روضة براعم الحرية، اسم ذا مدلول تفاؤلي في زمن لا يبشر للسوريين بالخير. قامت إدارة الروضة بإعادة تجهيز هذه الروضة بعد أن كانت ركاما بفعل الحرب، وجمعت عددا من الأطفال وأعطتهم الهدايا وأحضرت لهم الألعاب، وأخذوا يعلمونهم لينسوهم ما يمر على بلدهم من حروب ومآسي. رقص واحد هو الطيران بالجو، كل ما طيارة طيارة بالجو جاد استاذ طيارة طيارة مفوت متخبى جوا، في عنده نوع من الخوف عم يحاول يسكن هذا الخوف. لا هون هاي الطيارة فيها مسافرين، هاي الطيارة ما جاي لأمنا، هاي الطيارة جاي لليهود. لكن الطيران لا يتركهم وشأنهم، فهو يمر فوق رؤوسهم بشكل شبه دائم ليتركوا ألعابهم ويشيروا بأصابعهم الصغيرة إليها.